تزامنا مع ذكرى الأربعين سنة على رحيل المعلم كمال جملاط، أرادت رابطة أصدقاء كمال جملاط العودة إلى رؤية وفكر ونظرة سياسية، لطالما كان الرجوع إلى والتوقف عندها ضرورة بالأوضاع الراهنة والظروف اللي عم بمر فيها البلد. فكان اللقاء برابطة أصدقاء كمال جملاط وذلك لمناقشة كتابه الديمقراطية الجديدة. كمال جملاط يعني يؤمن أنه بالإمكان قيام ديمقراطية حقيقية، إنما شرط أنه نكون نحن بمستوى الديمقراطية، شرط أنه مجتمعنا ما يكون مجتمع متخلي، وساعتها بيكون في تفاعل بين الديمقراطية وبين المجتمع. ما ينقصنا اليوم أكثر من أي وقت مضى هو العودة إلى الفكر، العودة إلى الثقافة، العودة إلى ثقافة الانفتاح، إلى الدور الجامع بعيدا عن التحزب الضيق. واقترح نظاما أخلاقيا إنسانيا للديمقراطية، وهذا يرد على سؤالك أين نحن من الديمقراطية اليوم؟ نحن نتحدث عن الديمقراطية في لبنان، ولكننا نفتقد الديمقراطية بالمعنى الحقيقي الذي أشار إليه كمال جملاط. أظنها طلقات الغدر حين هوت، تكاد لو أبصرت عينيك تعتذر، كأنما أمة في شخصك اجتمعت، وأنت وحدك في صحرائها المطر. أدار الندوة الدكتور جورج شرف والدكتور محمد شيا لتطرقوا لمفهوم النظام الديمقراطي السليم اللي بيضمن حقوق وحرية المواطنين من خلال فكر المعلم كمال جملاط. يجب هناك لقاءات مستمرة مش بس لنا، حتى للأجيال اللي بعدنا، اللي الأجيال التي لم تعرف كمال جملاط قبلا، خاصة الأجيال الصاعدة عليها أن تعرف كمال جملاط وفكر كمال جملاط. الله يرحمه، بنفتقده بهذا الظرف اللي ما في لا ديمقراطية ولا في مساواة ولا في عدالة ولا في شيء. ما بعرف، بحس إنه السياسيين عندهم نقزة من المفكرين. ليه؟ لأن يمكن المفكر بضويلهم على أخطائهم على نواقصهم، وهذا شغلة مش كتير بتريحهم يعني السياسيين. بأمس الحاجة البلد، بأمس الحاجة المشرق العربي مش بس لبنان، لفكر كمال جملاط ولا رؤى كمال جملاط.